يعني أن تصور معي بالله، السادة الصوفية والأشاعرة والماتريدية أنسابهم إلى فين؟ يعني 95% من الصوفية والأشاعرة والماتريدية من عترة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. تصور معي هذا الآن، تصور معي هذا الآن، جمهور الصوفية والأشاعرة والماتريدية يعني 95% أو ربما أكثر من عترة النبي، من أولاد سيدنا الحسن وسيدنا الحسين عليهم السلام. 10% الباقية من نسل سيدنا أبو بكر الصديق، من نسل سيدنا عمر الفاروق، من نسل سيدنا عثمان، من نسل سيدنا أبو موسى الأشعري، من نسل سيدنا خالد بن الوليد. يعني ينسب إلى أكثر أنساب شريفة، أنساب صحابة. يعني الإمام الحافظ ابن الجوزي ينسب إلى من؟ ينتهي نسبه إلى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو إمام من أئمة الأشاعرة الحنابلة، إمام رد على خوارج السلفية الوهابية فيما يعتقدونه، وتابعوني فقط بقراءة كتابه دفع شبه التشبيه وسيتجلى الأمر لكم. إلى جانب أن السادة الشافعية والمالكية وبعض الحنفية وفضلاء الحنابلة من الأشاعرة، وقسم من الحنفية على العقيدة الماتريدية. طيب الأشعرية والماتريدية ينسبوا إلى إمامين جليلين، الماتريدي والأشعري. الأشعري والماتريدي هم الذين نقحوا مذهب السلف ونصروا مذهب السلف حينما ظهرت المعتزلة والخوارج والمجسمة والكرامية والجهمية والمرجئة. تصدى هؤلاء الاثنين الماتريدي والأشعري لتنقيح وإظهار مذهب السلف الصالح الذي هو مذهب الصحابة والتابعين وتابع التابعين. طيب الأشاعرة مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم، مدح سيدنا موسى أبي موسى الأشعري وذريته. سيدنا أبو الحسن الأشعري الإمام من نسل حفيد لسيدنا الإمام أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل. فأنت تصور معي الآن الأشاعرة والصوفية والماتريدية، هؤلاء بالله عليك سيقع في عقلك أن هؤلاء كفار مشركين عباد قبور، وخوارج السلفية الوهابية الذين أصولهم يا إما يهودية أو نصرانية أو من الأعراب، والأعراب أشدوا كفرا ونفاقا، أو ناس مجهولين لا يعرف لهم نسب ولا يعرف لهم حسب ولا شيء. يعني فلان ابن فلان ابن فلان إلى خامس اسم سادس اسم، أقول لك خلاص انتهى، ما يعرف أصله ولا فصله. هؤلاء أهل التوحيد وذرية رسول الله وذرية الصحابة في النار. أنتم تعلمون أحبتي في الله لماذا النبي صلى الله عليه وسلم شنع وحذر من خوارج السلفية الوهابية بأبشع الكلمات، يعني كلمات أننا هم شر الخلق والخليقة، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. أنت تعلم ليش هذا الكلام؟ إيش السبب؟ ليش هذا الوصف ما هوش في المشبهة في المجسمة، مع أنهم يعني هؤلاء يعتبروا خارجين من دين الإسلام، المجسم كافر بالاتفاق، والمشبهة يهود هذه الأمة، الحشوية والكرامية كذلك. ليش؟ حتى الخوارج السابقين ليش؟ لأن الخوارج السابقين والحشوية والكرامية والمشبهة والمجسمة والمعتزلة، كل هذه الطوائف لم تقدح في السادة الأشاعرة في أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية والسادة الصوفية بذواتهم وأشخاصهم. يعني ما جاءوا قالوا هؤلاء كفار عباد قبور. شوف كيف، ركز، كان الخلاف في الدين في المسائل، ما حد يقدح بالأشخاص، ما في محاربة أشخاص بأعيانهم، هذا لم يظهر إلا عند خوارج السلفية الوهابية. خوارج السلفية الوهابية هجومهم كان مش جاءوا لإظهار مذهبهم وعقائدهم، لا، جاءوا بالقدح بالسادة الصوفية على طول، عباد قبور مشركين كفار جهمية معطلة، من هذا القبيل. أنت مستوعب معي الأمر؟ لذلك وصفهم النبي ونعتهم بأنهم شر الخلق والخليقة، لأنهم كفروا لك آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كفروا لك كل من كان من نسل سيدنا أبو بكر ومن نسل سيدنا عمر وسيدنا أبي موسى الأشعري خالد بن الوليد، وهلم قرر
وابقوا انفسهم قرن الشيطان ابقوا انفسهم هم ايش؟ ابناء الله واحباؤه. يعني فانا استغرب من العوام الذي وقع في هذا الوحل ولا يستطيع ان يخرج من هذا الوحل بقليل من التفكير. يعني بالله عليك قليل من التفكير، قليل من التفكير فقط. انت انظر رموز الوهابيه السلفيه يا اخي، رموز مجهوله، رموز لا تشرف المسلمين. والساده الصوفيه والاشاعره والماتريديه رموز عترة النبي صلى الله عليه وسلم الذين الله طهرهم من الرجس، يعني من الشرك. وهؤلاء يأتون يقولون على أن هؤلاء مشركين عباد قبور، الله طهرهم من الرجس. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، طهرهم من الرجس بنص القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا أمته للتمسك بالكتاب والعترة، بكتاب الله وعترة نبيه، بعترته صلى الله عليه وسلم، وضمن لنا أن من تمسك بهما لن يضل، لن ينحرف، لن يزيغ. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، لن تضلوا، لن نافية. كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي آل بيتي، حديث صحيح صريح في الأمهات التسع ما عدا صحيح البخاري. صحيح مسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي. أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، يوصينا يذكرنا ها تمسكوا بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تلك الأحاديث تبين حقيقة يعني حديث صحيح مسلم. ما يأتي واحد يقول لك إنما أوصى بآل بيت النبي، لا ما يحتاج النبي يوصي بآل بيته. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل النور، وهم أهل العلم، هم أهل السنة، هم حاملين سنة جدهم صلى الله عليه وسلم. فبالله عليك، أنا بالله عليك باقي أخذ من وهابية لا أنساب لهم، مجهولين النسب، ومع ذلك فوق هذا معدومين السند، لا يوجد لهم سند في الدين حتى أخذ منهم الدين الإسلامي. والأشاعرة والماتريدية والسادة الصوفية وفضلاء الحنابلة الأسانيد لديهم، يعني إيش من شقاوة بالله عليك أن يقذف الله بعبد في الوهابية ويترك أهل النور وأهل العلم عترة رسول الله. شقاوة ما بعدها شقاوة، يعني انحراف ما بعد انحراف. هذا كتب الله في حقهم الشقاء، إلا من تاب، إلا من تاب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر من توبة هؤلاء الشباب الذين وقعوا ضحية هذه الحفرة أو هذا الوحل أو هذه المصيدة التي وضعها خوارج السلفية الوهابية النقديين. وضعوا مصيدة يعني محكمة لإضلال المسلمين. فلا تأتي تقول لي الوهابية كفار مشركين، عندي الأمر واضح من النبي صلى الله عليه وسلم، يمرقون من الدين، أي أنهم مارقين من دين الإسلام، خلاص انتهى الكلام. بإيش؟ ببدع وضلالات لا علاقة لها بالإسلام بتاتا. الله في السماء بذاته هذا كفر وشرك. إثبات المكان والحد لله عقائد يهودية نصرانية ليست من الدين ولا من الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به عقائد، هذه زندقة والعياذ بالله. فالوهابية ما أدري أنا ليش التعصب، يعني بمجرد واحد أن يدخل مذهب الوهابية تقريبا الشيطان هو الذي يسيطر عليه، فما يستطيع ينفك منه، يبقى مقيد مع الشيطان. تعصب 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 لشخص، لأشخاص بأعيانهم، حتى يتعصبوا لابن باز وابن عثيمين ويجعلوهم كأنه يا أخي. أنت تعرف أصلا أصول بن باز وابن عثيمين؟ ما تعرف أصولهم. بن باز من نسل آل الشيخ، يعني هذا آل الشيخ ومن نسل محمد بن عبد الوهاب. طيب محمد بن عبد الوهاب هو ذا الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من رد على ابن على محمد بن عبد الوهاب شقيقه، وذكر أحاديث هؤلاء أحاديث الخوارج هذه في محمد بن عبد الوهاب. أمر واضح وصريح. يعني علماء الأمة الإسلامية اليوم من السادة الأشاعرة والصوفية في البلدان العربية الإسلامية كم؟ أنا ضحكني واحد قال إنه محمد بن شمس الدين يقول 2000 عالم
يذمون الأشاعرة أو يخرجون الأشاعرة من دائرة أهل السنة، ما أدري إيش. 2000 عالم، إيش من 2000 عالم؟ إذا قلت لك أن 100,000 من علماء أهل السنة يخرجون الوهابية والسلفية من دائرة أهل السنة، إخراجهم من دائرة أهل السنة متفق عليه، الاختلاف في أنهم هل على الإسلام أو على غير الإسلام فقط، أما إخراجهم من دائرة أهل السنة متفق عليه، ليس فقط في يعني في دائرة أهل السنة والجماعة، بل في عموم المسلمين، جميع علماء المسلمين من الطوائف الأخرى تخرج الوهابية من دائرة أهل السنة والجماعة، شيء مجموع عليه هذا السواد الأعظم. ما تأتي أنت صدق لي جماعة بأعيانها. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يصلح حالنا وأحوال هذه الجماعة، وأن يخرج من وقع في وحلهم من دائرة المروق من الدين إلى دائرة الإسلام والتوحيد والإيمان والإحسان والعلم والنور. والسلام عليكم ورحمة الله.